ساعات بس دايما كده ايه بتحب تصفح وتمسي بقوة. ما شاء الله، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. ساعات واللي منها الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. طبعا العروض قوية جدا جدا لدرجة ان الناس بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ألف ألف مبروك دايما مع أميرة الدهب زينة وخزينة. زينة وخزينة مع أميرة الدهب، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، الله أكبر. اللي جايب الحاجات دي جايبها زينة وخزينة. هنقفل الصوت بقى كده. بص بقى، اللي جايب الدهب ده راجل، تمام كده، جايبه عشان خاطر مبلغ كده ومحافظ عليه يعني. بس ما تفهموش ايه كميه الجوايز دي، كان ممكن مثلا يجيب سبايك، بس هنقول ايه ما شاء الله يعني. فكر في الجوايز اهو، منها مراته تستعمله، تستعمل الجوايز دي ومنها في نفس الوقت يستفاد بيها. جايب كمان حلقان، وجايب خواتم، وجايب دلايات السلاسل، مش عارفه من غير سلاسل، فجايب دلايات، فاللي هو تحس انه هو في دماغه حاجة يعني، في دماغه ان مثلا في البيت في حد معاه سلاسل وعايز دلايات ليها، ماشي. مستحيل تكون يكون مثلا بيشتري الدلايات فقط كده يعني، ايه الغرض؟ فاهمين انتوا يعني؟ مش معقولة، مش معقولة يعني، ايه غريبة، غريبة ان هو يشتري دلايات فقط كده من غير السلاسل بتاعتها، ومش دلاية ولا اتنين، ده كذا دلاية، فاهمين؟ ومشتري هنا واحدة، ومشتري ما شاء الله كمية جوايش حوالي 50 جويشة. بصوا هنا بنوتة مشترية جوشتين مرية سادة، ومعاهم خادم جميل كمان، دلوقتي توريهولنا. بصوا أميرة الذهب يعني مبسوطة 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 بالمشتريات دي، فايه اللي هو ايه، بتتمنى ان بقية اليوم يبقى كده ما شاء الله ما شاء الله، مش اقل من 50 جويشة لواحد فقط. بس طبعا زي ما قالت لكم أميرة الذهب، اللي هو مشتري للذهب زينة وخزينة، يعني منها ان هو حفظ فلوس، ومنه في نفس الوقت اهل بيته يستخدموه، لان اكيد مش اهل بيت واحد بس، اهل بيت كتير، ممكن يكون عنده بنات كبيره مثلا وكذا يعني. بس مشتري كل تشكيله الذهب اللي حاببها يعني، كل تشكيله الغوايش الحلوه، مشتري حلو. ادي الخاتم اهو، ماشي. ادي كمان غوشتين اللي هو قصبه، ماشي، اللي هم القصب وخاتم كمان. دي كمان بنوته تانية سكر، ما شاء الله ذوقهم حلو قوي. اتنين سادة واتنين مراية. انا عايزة اقول لكم ان صاحب المشتريات بتاعة الغوايش مش راضي يظهر، عشان خاطر الحسد كده يعني، وكان بيقول لها اليوم كلها ببساطة. وحلو قوي 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 الحلقة اللي في ايده، حلو قوي قوي الحلقة ده، جميل جدا. ده كمان برضو جايب منه وحطه في العلبة بتاعة الغوايش، وبصراحة ما شاء الله يعني، ما شاء الله. السلام عليكم.